السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي وفيديو جديد. النهاردة الفيديو حاجة ممتعة جدا، شايفين الشكل؟ النهاردة هنعمل المسرسح. مسرسحة مسرسحة على رأي اخواتنا العرب، بتسرسح على القلب، يعني بترطب كده على القلب، تحفة ولذيذة جدا. بمعنى اخر هنعمل النهاردة كيك الحليب بالمانجا، والمانجا بقى متوفرة دلوقتي فلازم نستغلها أحسن استغلال. شايفين جمال الكيكة وطراوتها وطعم الكريمة الغنية فوقيها مع مكعبات المانجا الرهيبة؟ لا بجد الطعم والميكس حكاية، لازم تجربوها إن شاء الله. بينا يلا نسمي بسم الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا، ونشوف النهاردة مقادير كيكتنا الجميلة دي هنعملها إزاي. هنحتاج 4 بيضات، والبيض يكون بيض أحمر أو أبيض، كوباية من السكر الأبيض، معلقة كبيرة من الفانيليا. وتعالي بينا بقى نضرب الكلام ده كله كويس جدا جدا لغاية ما نوصل لمرحلة الشريط، وإن القوام اللي احنا شايفينه قدامنا ده يفتح جدا ويعلى جدا جدا وياخد قوام فومي. بصي بالتدريج ازاي اللون بيتغير، شايفين وصلنا لإيه؟ كل ده كان البيض مع السكر والفانيليا، ضربناهم كويس جدا، القوام تقل، هحط له 2 معلقة من الزيت، هايل كده. خلاص الخليط السائل بتاعنا بقى جاهز ما شاء الله. هجيب منخل وابتدي انخل فيه كوباية من الدقيق، ذرة ملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وتعالي بينا بقى ايه ننخلهم مرة تانية. هنا الدقيق دقيق متعدد الاستخدام، نخلناه كويس على الخليط السائل، وهبتدي في اتجاه واحد اقلب الخليط علشان ادخل الدقيق مع الخليط السائل من غير ما اخرج الهواء، كده زي الكيك الاسفنجي بالظبط. يعني دي لو عايز تعمليها كيك اسفنجي وتزينيها وتحشيها بالكريمة هتبقى تحفة جدا، وبمقادير بسيطة وطريقة سهلة قوي قوي زي ما شفتي. خلصنا، خلاص اتأكدنا ان احنا قلبنا الدقيق كويس جدا في المكونات السائلة بتاعتنا. هنا لو عايز تعمليها في صينية مدورة هنحتاج صينية مقاس 28، انا عملتها النهاردة في صينية مربعة، تمام اهي بالشكل ده. طبعا دهناها سمنة، رشناها بالدقيق، هبتدي احط الخليط بتاع الكيك واولع الفرن بتاعي طبعا قبل ما ابدأ اعمل الكيك على درجة حرارة 170، يبقى الفرن شغال على درجة حرارة 170. هتخبطي القالب بالشكل ده وتاخديه يلا على الرف الوسطاني على طول لغاية ما تستوي، هتقعد حوالي 45 دقيقة. في التوقيت ده هجيب باكت كريم شانتي واحط عليه 1/2 كوباية لبن سائع جدا، تمام، وابتدي اضربهم كويس جدا مع بعض. ناس كتيرة بتسألني هو كريمة تضرب الخلاط؟ لا، لازم تضرب كده في المضرب، يا بالمضرب الكهرباء يا في المضرب بتاع العجان. بصوا قوام الكريمة تحفة، شايفين هايلة جدا جدا. طيب لو عندك امكانية بقى انك انتي تحطي كريم شانتي او كريمة لباني او كريمة خفق بتاعة الحلويات، ضيفي هتدي طعم غني اكتر. الكيك زمان شايفة كده طالعة هشة ومخرمة، شايفين جمالها؟ هجيب ستيكس كده وابتدي اعمل فيها فتحات بالستيكس علشان اسهل ان الكيك تمتص الحليب اللي انا هسقيهولها. هجيب كده كوباية من الحليب، هضيف عليها شوية من الكريمة لو متوفرة، طبعا مش متوفرة خلاص، يعني حطيت 2 كوباية حليب عليهم 1/2 كوباية كريمة. والخليط الحلو ده، المزيج التحفة الغني ده، هبتدي اسقي بيه بقى الكيكة بتاعتنا. هنشرب الكيكة خليط الحليب مع الكريمة، ولو مفيش كريمة مفيش مشكلة،
تقولي مش هعملها، لا هتبقى غالية، لا ما تحطيش الكريمة، اسقي حليب وبس. تمام، سقينا خلاص وظبطنا الدنيا، حلوة قوي قوي. يلا بقى الكريمة بتاعتنا اللي احنا كنا ضربناها حطيناها في كيس حلواني وفتحت فيه فتحة صغيرة، وهبتدي بقى رايح جاي كده املى فوق الكيك بحيث ان انا اعمل طبقة من الكريمة فوق الكيكة زي الفل. اظن ولا اسهل من كده. نجيب بقى مكعبات مانجا لطيفه كده عندنا، مثلا نعومي دلوقتي حلوه قوي، والكيت الحاجات دي بيبقى فيها اللحم كتير كده وطعمها كمان حلو قوي. هبتدي اوزع مكعبات الجبنه فوق الكيكه بتاعتنا فوق الكريمه، حلو قوي، واظبط الدنيا كده هايل. ولو عندنا بقى جيلي تلميع يلا نديها كده ايه طبقة بسيطة بحيث ان احنا نلمع المانجا، ولو قعدت عندنا في التلاجة يوم ولا اتنين ما تتبلش ولا تغير خالص. يا سلام تحفة ولمعة رهيبة. لازم بقى نريحها في التلاجة شوية ساعتين بس كده ولا حاجة علشان تشرب من بعضها. الكيك خلاص بقت جاهزة معانا، طلعناها من التلاجة، تعالوا بينا بقى نقطع منها حتة كده ونشوفها من جوه اخبارها ايه. عايزة اقول لكم بجد بجد لذيذة جدا جدا في الحر كده، ترطب كده ولذيذة بشكل فظيع. كيكة هشة مسقية حليب مع كريمة، محطوط لها طبقة كريمة غنية ومكعبات المانجا اللذيذة الشهية، تحفة. متخيلين الطعم يا جماعة قد ايه حلو؟ ما شاء الله بجد. عشان كده سميتها المسرسحة. طلعوا المسخسخة وطلعوا المدلعة وطلعوا الغرقانة والشرقانة، وانا عملت لكم المسرسحة حاجة كده بجد تحفة. لو اخواتنا العرب بيتفرجوا معانا يقولوا لنا فعلا المسرسحة، هما دايما بيقولوا بتسرسح على القلب، يعني بترطب وتطري على القلب كده، فانا اخدت منهم الاسم بصراحة. شايفين جمالها؟ اتمنى تجربوها وتعجبكم. قولوا لي رأيكم في الوصفة ايه وفي الاسم اللي انا اطلقته عليها، وهتجربوها ولا لا لازم تكتبولي في التعليقات، واللي جربها طبعا يبعتلي التطبيق. جميلة جدا جدا ما شاء الله. هستنى بقى اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وما تنسوش فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.